ارحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام يا كويت، هذا البرنامج الاجتماعي الذي يأتيكم كل مساء، ودائما عندنا مجموعة من المواضيع الاجتماعية المهمة التي نطرحها إليكم، وهذه المواضيع هي مواضيع مرتبطة بالجانب الوطني، خصوصا من هالأيام نعيش الأفراح الوطنية وهذه الأعياد الوطنية التي تعيشها دولتنا الحبيبة الكويت. نمر بذكرى مهمة جدا، خصوصا اليوم عندنا تاريخ 24 وفي ذكرى أليمة بعض الشيء، ولكن غدا وبعد غد عندنا هذه الأفراح والتي دائما ما تتسم بفرحة الوطن والمواطن يقوم بالتعبير عن الحب بالشكل الراقي، يعني على سبيل المثال بشكل راقي بشكل سريع جدا. ما ودي نشوف التصرفات التي ممكن البعض يستاء منها في المسيرات، وأيضا بعض الشباب ممكن أنه يقوم ببعض الأمور السلبية، أتمنى أن نبتعد عنها. ودائما ما نتحدث عن الترشيد، هذه فرصة اليوم حتى نثبت الوطن بأن المحافظة على الحقوق العامة والواجبات العامة وأيضا الأماكن العامة التي نذهب إليها تكون من خلال ترشيد، يعني استخدام المياه، ولا يكون هناك هدر للمال العام من خلال الماء اللي قاعد نشوفه وبعض التصرفات السلبية. قبل شوي يعني كنا في بعض الطرق اللي متواجدين فيها الشباب، الظاهر أن الأمور لا تبشر بخير من خلال استخدام المياه، وهذه نعمة والمفروض أن نحافظ على هذه النعمة لا أن نهدرها ببلدي الحبيب الكويت. فقراتنا اليوم منوعة وعديدة، وعندنا ثلاث فقرات، كل فقرة تتحدث عن موضوع مختلف. الفقرة الأولى تتحدث عن الأعياد الوطنية وعن الاحتفالات الوطنية وتحديدا بمحافظة الأحمدي. أرحب بضيفنا العزيز الغالي اللي حرص اليوم على التواصل معنا والتواجد في برنامج سلام كويت، الأستاذ إبراهيم الفودري، مشرف عام الاحتفالات الوطنية بمحافظة الأحمدي. حياك الله معنا. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله وساعة مباركة، ونقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة العيد الوطنية. يعيدكم عليه إن شاء الله دائما الفرح، وإن شاء الله الفرحة تكون دائما على بلدي الحبيب الكويت. آمين. وبإذن الله نرى هذه الأعياد دائما تتسم بالفرحة والابتسامة. آمين رب العالمين. تعودنا في البداية يكون عندنا صورة، هذه الصورة نستقبل فيها اتصالاتكم، وهي عبارة عن مسابقة. هذه اللقطة اللي قاعد نشوفها عبارة عن لقطة من مسلسل كويتي شهير جدا، اللي يعني اللي عرف هالصوره لاي مسلسل يتواصل معنا من خلال الارقام اللي تشوفونها اسفل الشاشه، وان شاء الله يا رب تكونوا فايزين كلكم، واخر الحلقه نعلن عن الفائزين الثلاث، خصوصا ان هذه المسلسلات هي مسلسلات كويتيه. الارقام قاعد تشوفونها اسفل الشاشه، اللي حاب يتواصل معنا يتصل ويقول لنا هالمسلسل شنو، واكيد راح يكون فايز معنا باذن الله من خلال الجوائز التي نقدمها. بدايه يعني نتحدث عن هذه الفعاليه، واليوم عندنا فعالية مهمة جدا بمحافظة الأحمدي. بالبداية قبل كل شيء دعني أعرف السادة المشاهدين بطبيعة الفعالية اللي تقدمونها. نعم، احنا حقيقة ضمن الاحتفالات الوطنية المتعددة لمحافظة الأحمدي، نعم، راح تكون باكر طبعا سبقتها يعني محطات أخرى وطنية راح أذكرها إن شاء الله لكم. نعم. لكن خلينا نتكلم عن احتفالية باكر وهي المميزة اللي راح تكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في منفذ النواصيب الحدودي. نعم. ابتداء تقريبا على الساعة 4 العصر تبدي، راح تكون إن شاء الله هي عبارة عن استقبال لإخواننا وأشقائنا الخليجيين. الله. اللي إن شاء الله راح يكونون يعني جايين واصلين في في من الحين للمشاركة. من الحين قاعيون. أي أبد ترى أي. من البارح زحمة ووت البارح. تمام. وباكر إن شاء الله كذلك راح يكون في كثير من إن شاء الله القادمين، راح يكون بإذن الله تعالى نقدم لهم هدايا رمزية حق اللي جايين. اللي جايين. تمام. في منفذ ما يصيب قسم القادمين. تشجيع السياحة هذه. والله إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى يكون يعني أمور كثيرة بإذن الله. نعم. إلى الأفضل. نقدم لهم هدايا من خلال أبنائنا وبناتنا في مدارس محافظة الأحمدي. يعني راح يكون هناك طلبة موجودين. بإذن الله تعالى. نعم. وهذه حقيقة فكرة نابعة من أحد أفكار معالي الشيخ فواز خالد حمد صباح. أيوة نعم. محافظ الأحمدي، نوجه له تحية. الله يسلمك، جزاك الله خير. اللي حقيقة السنة الماضية سوينا نفس العملية. نعم. فقال هالسنة كذلك، لأن السنة الماضية لاقت استحسان كبير جدا من قبل الحضور. من قبل الحضور. نعم. وحقيقة كان يعني كثير من الأخوة الخليجيين مستانسين بشكل كبير. طبعا. هالسنة فعلناها بشكل كبير. نعم. راح يكون في حضور حقيقة من خلال المنطقة التعليمية، من خلال فريق الجوالة الكويتيين. كم واحد اللي قاعد يطلعون معاكم؟ والله تقريبا إن شاء الله من خلال يعني الطلبة والطالبات إن شاء الله راح يكونون 30-35، الجوالة 30. ما شاء الله، يعني طاقم كامل. نعم بإذن الله تعالى نستقبلهم بالأهازيج،
بالأغاني الخليجية والوطنية، ونقول لهم يا هلا ويا مرحبا فيكم، وإن شاء الله يلاقون اللي يسرهم بإذن الله. إن شاء الله. شنو طبيعة الهدايا اللي بتقدمونها؟ لا يكون الكاس اللي عندي. والله هذا الكاس. هذا الكيس الأولي. خصيناه لكم. هذا أول واحد. احتفالات محافظة الأحمدي. نعم. طيب تسمح لي أطلع لداخله؟ إيه سعد مبارك. هذا علم وطني الحبيب الكويت. أي. ما شاء الله تبارك. هذا طبعًا الكيس لي صح؟ إي أبرك السعادة. طيب وهذه الثانية كاب. كاب إي نعم. نعم. إي. وكذلك ماي حق الياي. إي. وهم عليه يعني شعاركم. اي نعم. وفي عندك قلم ونوت. قلم ونوتها وفي كذلك الكيس الثاني راح اشوف. اي طبعا مختلفه الهدايا صح؟ لا هي موحده الاكياس. اي اي في كذلك حلوه شعبيه كويتيه سمسميه ورهشه وكذي. تمام هذا ايضا الكيس الثاني اللي هو العلم. اي نعم. اساسي طبعا. اي نعم اكيد. ونتمنى طبعا بشيء بشيء اذكر ان هالعلم نحافظ عليه، يعني ما اتمنى ان نشوفه طايح مثلا في الاماكن العامه، واللي يشوف هالعلم طايح يعني اتمنى انك تاخذه وتحافظ على هذه القطعه الغاليه على قلوبنا. مره ثانيه كاب. هنا اختلف الوضع في سي دي. اي في سي دي غناوي وطنيه. نعم. كل ما تغنى في الكويت من الستينات الى يومنا هذا ما شاء الله. الاخوه العرب مو نعم. مو مو يعني المطربين الكويتيين. اي هذه وايد حلوه. هذه حلوه. هذه حلويات شعبيه كويتيه. شنو اللي فيها؟ بقصم. فيها بقصم وفيها سلمك الله سمسميه ورهشه و جاسم عباس يبيها من الحين. عندنا الساعه مباركه. طيب هم حاطين ماي وحاطين بعد بروشور صغير. في بعض التعليمات طبعا. هذه هذا البروشور سلمك الله بالتعاون مع الاخوه في متحف بيت العثمان. نعم. اخواننا الخليجيين نعطيهم نقول لهم هذا البروشور تعالوا. نعم. شوفوا التراث الكويتي. تمام. من خلال المتحف. طيب. نعم. يعني هذه اعتقد كلفتكم وايد، كم واحده مسوين منها؟ يعني والله اعداد يعني كبيره يعني, يعني في المنفذ يعني ما البعض يسال ليش كل هذا؟ هذا علشان البهجه واستقبال اخواننا الخليجيين ان هذا بلدكم الثاني. استانسوا معانا بعيادنا الوطنية ونقول لهم العين تشيلكم قبل المكان. ما شاء الله عليكم. أول مرة تسوون هالفعالية قلت لي كنا سنة طافت. إيش اللي فرق العام عن الحين؟ والله هي نفس الشيء بس هذه السنة يعني حقيقة في الحلوة زيادة. إيه هذه السنة حقيقة في يعني مشاركة من خلال حقيقة بعد تلفزيون الكويت ومن إذاعة الكويت إن شاء الله راح يشاركونا في هذا الإطار. وانتم بعد مدعوين ما يحتاج ساعه مباركه راح نحضر راح نكون موجودين معك ما يحتاج. اللي قاعد نشوفها طبعا لقطه حاليا قاعد نشوفها على الهواء مباشره يا ريت تكلمني. نعم. عنها هذه الله يسلمك مراسم رفع العلم في محافظه الأحمدي. تمام. بمعيه وحضور معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح. نعم محافظ الأحمدي. الأحمدي. نعم. هذا صار يوم اللي هي الاذان ببدايه احتفالاتنا الوطنيه احتفال على مستوى الدوله. نعم. 25 يناير اللي تخللها حقيقة بعض الأهازيج والفقرات الشعبية وحقيقة رسومات من خلال منطقة الأحمدي التعليمية، وكذلك هناك يعني فعالية مميزة جدا. تمام. اللي هي تمام. إزاحة هذيل عيالي. تمام. من خلال مكتب الشهيد كل شهداء الكويت أزيح الستارة هذه من خلال معالي الشيخ فواز. أيضا هذه المناسبة مهمة جدا لتخليد دور الشهداء. بدون شك. نعم. بدون شك. كان لكم أيضا دور بهذا الجانب من خلال هذه الجدارية التي وضعت أو هذه الصورة التي وضعت صحيح؟ هذا صحيح. بالإضافة إن كانوا معنا في احتفالاتنا اللي في 4 و5 فبراير مكتب الشهيد كان لهم دور فاعل من خلال بوث مميز. نعم. هذا اليوم اليوم 4 فبراير. نعم. هذا الكرنفال الشعبي. اللي أقيم لا هذا العفو هذا استمرار للمراسم رفع العلم. نعم هذا استمرارية لها. هذا لا 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 لازلنا في مراسم رفع العلم. نعم. نعم. أي هذه الفرقة العربة. نعم. يعني كان يوم سعيد أعتقد وأن دوركم هني يعني يكمن في تخليد هذه المناسبة تعزيز هذه المناسبة. نعم. في نفوس المواطنين وهني يعني المنافسة ما بين المحافظات. صحيح. صحيح؟ يعني شلون المنافسه ما بين المحافظات تصير؟ المنافسه هذه هي اللي المنافسه وطنيه وطنيه إيه. الممتازه اللي الجميع يبتهج فيها. تمام. كل يقول الزين عندي إيه. ويتمتع ويا هلا ويا مرحبا فيهم وابد يعني. طيب يعني شو اليوم الواجب على الشباب من هالفعاليات اللي قاعد نسويها؟ ترى كل اللي قاعد نسويه خدمه للشباب خدمه للمواطنين الكبار بالعمر الصغار، ولكن الشريحه
الأكثر انتشاراً في مثل هذه المناسبات هي الشريحة الشبابية. شو الواجب عليهم أستاذ إبراهيم؟ والله أستاذ أحمد، شوف أنا أقول لك، يعني إحنا في احتفالاتنا كنا ندعو من خلال السوشيال ميديا وكذا، نقول لهم، نقول حق الشباب تعالوا شاركونا فرحتنا الوطنية، يبوا أبوك، يب والدتك، يب يدتك، يدك، تعال تمتع معانا. نعم. وشوف اللي يسرك ويرضيك من خلال الكرنفال. على فكرة كان عندنا كرنفال مميز، إن شاء الله راح تشوفونه من خلال الصور، الصور إن شاء الله. كانت بهجة لكل أفراد المجتمع، أقصد أفراد الأسرة من صغير إلى كبير، كل تمتع واستانس من خلال الفرق الشعبية، من خلال الألعاب الشعبية، من خلال مشاركات وايد ممتازة. شنو كانت الفعاليات الموجودة في الكرنفال؟ شنو اللي قدمته بالضبط؟ نعم، كان هو كرنفال عبارة عن مركبات مشاركة للجيش، الشرطة، الله، حرس الوطني، الطيران العمودي، كذلك هيئات شركات النفط، شركة النفط المحمدي، صحيح، بدون شك. وانتهز هذه الفرصة حقيقة أني أتقدم بشكر جزير لشركة نفط الكويت لهم شريك الاستراتيجي معنا في كل فعالياتنا الحقيقة المجتمعية والخدمية والترفيهية والثقافية. ما شاء الله عليه، ما في شك يعني. طيب، مميزين. ممكن البعض يعني يود أن يقارن ما بين الاحتفالات الوطنية اللي قاعد نشوفها اليوم كذلك الاحتفالات الوطنية في الماضي، وأعتقد أنك عاصرت الجيلين، صحيح؟ يعني إن شاء يعني الله. أي. الاستقلال قبل، نعم، بعد الغزو الصدامي على دولة الكويت، يعني التحرير. نعم. شو اللي اختلف بالاحتفالات؟ إيه، البهجة الوطنية واحدة، ما في شك، الحمد لله، معك نتفق، الحمد لله. لكن التقنيات الحديثة لعبت دور وايد ممتاز، بحيث أنها تخلت كل الناس تشارك وتنقل، حتى اللي ما يقدر تنقل من خلال السوشيال ميديا حالاً. الأجهزة كذلك الحديثة تنقل كل هالأمور للي مثلاً ما يسعفه صحته أو شيء، ينقل له ويشوف الأمر هذا كله، يشوفه لايف يعني. هذا الأمر ترى أنا أعتقد وايد ممتاز. بالضبط، صراحة يعني. تمام. وايد. هل الاحتفالات مرتبطة فقط بخمسة وعشرين، ستة وعشرين، ولا لكم نية لتمديدها؟ هي إحنا المحافظات دائماً تقسم احتفالاتها الوطنية خلال فبراير كله. تمام. علشان كل الشعب الكويتي يتمتع، عشان ما يصير في تعارض في التاريخ، ويتمتع في كل الأنشطة من خلال المحافظات الست. تمام. وهكذا. طيب، الحقيقة احنا بعد كان عندنا اليوم اللي يليه، يوم 5 يناير، كان يوم حفل غنائي ساهر، يمكن سمعتوا عنه. نعم. من خلال السوشيال ميديا، اللي كان فيه الفنان القديرة نوال. نعم. والفنان سليمان القصار ومطرف المطرف وفرقة التلفزيون، اللي هي كلها تحتفل بالأعياد الوطنية. نعم، صحيح. أيضا كان لكم مشاركة في الجانب البيئي، عندكم معرض بيئي؟ كان عندنا معرض بيئي قبل يومين، تم افتتاح برعاية وحضور معالي الشيخ فواز خالد حمد الصباح. نشيط ما شاء الله عليه. أي والله، الحمد لله، عسى الله يتمم إن شاء الله. كان الله يسلمك إطلاق توقيع اتفاقية من خلال مع وزارة الصحة برعاية من الأمم المتحدة. نعم. اللي هو إطلاق مدينة جابر العلي مدينة صحية. نعم. ومشاركة فاعلة حقيقة من المزارع حقيقة المتميز ولد المحافظة ناصر العازمي. العازمي غني عن التعريف. اي، من خلال النبتة المتميزة هذه المورينجا. نعم. اللي فوائدها عظيمة على صحة الإنسان. طيب. نعم. اليوم هناك أدوار كثيرة على المواطن أثناء خروجه لهذه الاحتفاليات وتحديدا للمسيرة. نعم. وأنا أول ما بديت قلت أن هناك بعض التصرفات الفردية السلبية اللي ممكن نشوفها. شنو دور المواطن اليوم لما يطلع لهذه الفعاليات يعبر عن فرحته، واللي المفروض أن احنا نسويه، واللي المفروض أن نبتعد عنه كذلك؟ أنا أقول أنه هناك قاعدة واحدة، أن هذه فرحة وطنية لا تتحول إلى مأساة. صحيح. ترى هذه القاعدة. والقاعدة الأخرى أن ترى هذيل إحنا كلنا أسرة واحدة. أنت إذا ضريت أي واحد كأنك ضريت بيتك، أهلك، جماعتك. فخل فرحتك فرحة جماعية، خل الجميع يستانس. بالضبط. خل والدتك وأمك واللي بالشارع واللي كذا، خل ابتسامة لا تتحول إلى تعاسة. لا تضيق يعني العالم. فعلا يعني هي وناسة وفرحة والدولة حقيقة من خلال الأجهزة الأمنية ومن خلال الأجهزة الصحية سخرت لنا كل شيء، بس تعالوا استانسوا. تمام. يعني أنا صحيح. هي هذا المطلوب. ثقافة يعني، مسألة اللي يعني لما تقول حق أي شخص الأحمدي اللي يطري على البال الزينة اللي موجودة عندكم. نعم.
يعني طلعتوا في سنة من سنوات القوري الشاي الاستكانة البيالة حتى القهوة، يعني كانت الزينة مو طبيعية على امتداد خط طويل، ما زالت موجودة؟ اي ما زالت. شنو أهميتها هذه؟ حقيقة هني يأتي دور حقيقة يعني المسؤولية المجتمعية لشركة نفط الكويت الكأوسي. نعم. هي حقيقة تخصص ميزانية كل سنة لهذه الزينة، تزيين الشوارع. تزيين الشوارع بمحافظة الأحمدي. بمحافظة الأحمدي طبعا كان الكل يطلع بس عشان يروح يشوف يشوف الزينة هذه. كل سنة عن سنة قاعد يتميزون الكأوسي، وكان نعم. عندهم زينة ممتازة في المباركية، يمكن شفتوها يعني. نعم. ترى هذه حقيقة من خلال خدمات المسؤولية المجتمعية لشركة نفط الكويت. لا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كانوا يدزونها بالجروبات بالمواقع التواصل الاجتماعي، وكنا نتعنى نروح نشوف، والخط طويل وطول ما انت تمشي تشوف هالابداعات. شوف الابداعات ما زالت موجودة. اي موجودة، وهالسنة بعد احسن واحسن، زود اكثر. اي راح نروح نشوفها عيل عيل باكر اللي رايح ما راح يمدي يشوفها لانه صبح. اي ممكن بالردة على المغربية اي اوف يلاحظ. اي احلى يصير. طيب شوف هالبهجة وهالزينة الطيبة. الكلمة الأخيرة التي توجهها للسادة المشاهدين بمناسبة هذه الأعياد الوطنية. والله أقول الساعة المباركة إن احنا الله أكرمنا بهالدولة بقيادتها السياسية بهالشعب الطيب، ندعو رب العالمين أن يتمم علينا الصحة والعافية وإن أيامنا بأوطاننا. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك. ساعة مباركة. وجميل وجودك معنا بهالابتسامة الحلوة في آخر الليل، الواحد تعبان وانت من الصبح طالع، وجهد يعني جبار يبذل في هذه الأيام حتى تنجح هذه الفعاليات وهذه الأنشطة الوطنية. قواك الله. كل الشكر وتقدير لك. الشكر موصول للسادة المشاهدين، وذكركم أن عندنا الاتصالات من بعد ما راح نروح إلى فاصل. وكل الشكر وتقدير لضيفي العزيز الأستاذ إبراهيم الفودري، مشرف عام الاحتفالات الوطنية بمحافظة الأحمدي. تعودنا على زميلنا المبدع الأستاذ عصام الكاظمي أنه يعطينا فقرة عن الكتاب، وخير جليس في الزمان كتابه. نشوف الكتاب اللي عنده وبعدها نرجع لاستقبال اتصالاتكم. يقول الأديب والشاعر والصحفي والمفكر عباس محمود العقاد: قد يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك، ولكنني أقول بل انتفع بما تقرأ. ويؤكد الدكتور بهجة سمعان على ذلك بقوله: ستعرف أنك قرأت كتابا جيدا عندما تقلب الصفحة الأخيرة وتحس وكأنك فقدت صديقا. الكتب التي قد تنفعك وتعطيك حياة أفضل كتاب ستيفاني ديفيدسون المتخصصة في التدريب على مهارات التواصل والتعامل مع الأشخاص، والمدربة المعتمدة والخبيرة المعتمدة في البرامج الإدارية لكبرى الشركات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. 101 طريقة للحصول على يوم رائع في العمل. كتاب صغير بحجم الكف تقدم فيه ستيفاني أفكاراً وأساليب بسيطة لإحداث تغييرات إيجابية في موقعك في العمل. الجميل في الكتاب أنه بإمكانك تصفحه دفعة واحدة وتطبق فكرة واحدة كل يوم، أو تفتحه فقط كلما دعت الحاجة. إذا قرأت هذا الكتاب ستجد بالفعل أنه بإمكانك التأثير في ظروفك والاستمتاع بيوم رائع في العمل مهما كانت الظروف. وبحكم تخصصها ومجال عملها، تقول ستيفاني التي قضت سنوات كثيرة في إرشاد وتدريب الموظفين والمدراء غير السعداء في وظائفهم، تقول: لقد قرأت شخصياً مئات الكتب عن العمل والعلاقات الشخصية ومساعدة الذات، ومنها استطاعت وضع أفكارها في كتابها هذا لتجعل كل من يطبق أفكارها يجعل من كل يوم عمل يوم عظيم. كل طريقة وضعتها ستيفاني تفتتحها بمقولة لأحد المشاهير، وجميع تلك الطرق اللي ضمنتها كتابها تلائم العاملين في مختلف القطاعات وفي مختلف المناصب. على سبيل المثال للحصر،
تقول ستيفاني في الطريقة العاشرة أصلح العلاقات السيئة، وتشرح هذه الطريقة بقولها فكر في العمل عن علاقة أنت غير راضي عنها. طبعا جميعنا لدينا مثل هذه العلاقة. حدد موعد لإجراء محادثة تعالج الموضوع. خلال هذه العملية ضع في اعتبارك جوانب مسؤوليتك عن حالة هذه العلاقة. وفي الطريقة 41 واللي عنونتها بخذ عشرا، تقول في المرة القادمة عندما تعجز عن البدء في مهمة أو مشروع، قل لنفسك أنك ستعمل عليها 10 دقائق فقط، الأغلب أنك ستلتزم بالقيام بها ما أن تبدأ فيها. ولكن حتى إذا تركتها بعد 10 دقائق مو مشكلة، فستكون قد أنجزت قدر منها على الأقل. وفي الطريقة 58 اللي جاءت بعنوان جازف، تقول ستيفاني أشياء كثيرة تفوتنا في الحياة عندما نلزم الحذر على الدوام. جرب أن تكون أكثر شجاعة اليوم، حتى الأشياء البسيطة كتقديم نفسك لشخص رأيته في العمل ولكنك لا تعرفه، تعد خطوة جيدة وفي النهاية سيكون يومك أفضل. ولا تنسى ستيفاني طرق هامة للاهتمام بصحتك وتؤثر على يومك في العمل، كما جاء في الطريقة 63 اشرب ماء، وتوصي فيها بالاحتفاظ بزجاجة ماء بالقرب منك، وتشرب منها ما لا يقل عن 8 أكواب على الأقل في فترة الصباح والمساء، خاصة للذين يعملون في أماكن مكيفة. وتقول اكثارك من شرب الماء سيقلل من ميلك للأطعمة الخفيفة عديمة القيمة الغذائية أو فترات الراحة لتدخين السجائر. غير أسلوبك، ركز، جدد، تعرف على الآخرين، تمهل، يحيى الرئيس. وعشرات الطرق في هذا الكتاب اللي ما أن تقرأها وتطبقها ستشعر بيوم عمل رائع يختلف عما سبقه. من أهم الكتب اللي تتناول هذا الجانب أيضاً السلسلة الشهيرة بعنوان حلول من الخبراء لتحديات يومية، واللي تنشرها مكتبة لعبيكان، وتقدم هذه السلسلة حلول فورية لتحديات شائعة يصادفها الموظف كل يوم في عمله. وكل كتاب من هذه السلسلة يتناول أدوات سلسة واختيارات ذاتية وأمثلة من واقع الحياة تساعدك في التعرف على مكامن القوة والضعف لديك. ومن ضمن إصدارات هذه السلسلة قيادة فريق العمل، إدارة الوقت، إدارة الاجتماعات، تدريب الأفراد، قيادة الأفراد، وغيرها الكثير. كان هذا هو كتاب اليوم، مع السلامة. شكراً للزميل عصام الكاظمي على هذا الإبداع المستمر والمتجدد، وعلى هذه الابتسامة أيضاً الجميلة والمستمرة، وإن شاء الله يا رب هالفقرات ما تنقطع لأن إبداعك جميل جداً زميلنا الغالي والعزيز عصام الكاظمي. في أول اتصال معنا بهذه المداخلة الهاتفية، يعني قاعد نشوف صورة على الهواء مباشرة لعمل مسلسل كويتي، قاعد نشوف مجموعة من النجوم على الهواء مباشرة. وأول اتصال نقول ألو. ألو، يا هلا، من معاي؟ معك سارة. سارة، سارة قاعد تشوفين الصورة؟ أي أي قاعد أشوفها. منو شنو المسلسل؟ شنو المسلسل هذا؟ إذا ما في مساعدة؟ في مساعدة. شنو؟ درب الزلق؟ إيه درب الزلق. إيه هذا درب الزلق؟ لا 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 لحظة، لا لا مو درب الزلق، دقيقة. زين ممكن يكون سوق المقاصيص مثلا؟ سوق المقاصيص. إيه؟ سوق المقاصيص. اوكي صحيح يا ساره، صح؟ كل شكر. ما راح اقول صح ولا لا، تابع لي الحلقه بتعرفين صح. إيه؟ ولا لا الحين انا اخذت اسمك وحطيتها في السحب، يعني صح ولا غلط؟ لا صح صح. اوكي اوكي. ايضا قاعد تنقلونا غلط يا شباب. طيب مداخله هاتفيه اخرى. الو، الاتصال موجود ولا انا يعني يمكن اكون ساره ما قلنا لها صحيح، الترتيب تغير علينا، مو سوق المقاصيص، فاللي بيتصل ويقول سوق المقاصيص مو هو. من ضمن الفقرات اللي بعد شوي في سوق المقاصيص،
ولكن سارة دخلت معنا السحب لأن ممكن وصلت لها المعلومة بشكل غير صحيح. مداخلة هاتفية أخرى. ألو، ظهر أن في عندنا خلل في الاتصالات، ولكن جميل أن نرجع حتى نتواصل وإياكم بهذه الفقرات المستمرة. قبل شوي أثناء خروجنا إلى بعض الأماكن العامة رأيت مجموعة من الشباب هم ماسكين الرشاشات وبلشوا يعني حرب الشوارع من خلال المياه التي تهدر بشكل كبير. أتمنى أن يراجعون أنفسهم وأن يكون في رقابة. نقول مساء الخير، حياكم الله معي. مساء النور. منو معي؟ رابعة؟ أي نعم. المسلسل اللي قاعد نشوفه شنو؟ اتوقع الحب الكبير. لا 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 لا، ليش ما تقولين ما. بالملايين؟ شنو الخيارات؟ اوكي، ليش ما تقولين بالملايين؟ بالملايين؟ ايه صح ولا غلط؟ اي خلنا صح، بالملايين. اوكي، شكرا لك يا رابعة، اسمك دخل معي السحب. كذلك عندي مداخلة هاتفية اخرى. مساء الخير. مساء الخير، حياكم الله معي على الهواء مباشرة في برنامج سلام الكويت. ظهر عندنا شوي اليوم الاتصالات بطيئة، ولكن نستقبل هذه الاتصالات على مدار ساعة كاملة من الآن حتى يعني الساعة 11:30. اللي محالف الحظ أن نتصل عليه الحين عندنا الفقرة الثانية وكذلك الفقرة الأخيرة. راح نروح فاصل وبعدها نرجع نتواصل معكم وراح نستقبل اتصالاتكم. طبعا الجواب الصحيح لهذه الصورة التي رأيناها هو مسلسل أبو الملايين. فاصل، نرجع نتواصل معكم وراح يكون معنا الدكتورة اتحاد البحر من بعد الفاصل.